كيف نرد على من قال لو كان في النصرانية حد للردة كحد الردة في الإسلام ما دخل واحد الإسلام في أوروبا، وأن النصارى في مصر يقتلون ويعتقلون ما يعتنق الإسلام ويقولون لديكم مثل ذلك في الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلام فاسد. لماذا؟ لأن النصرانية ليست دينا عالميا، ليست دينا عالميا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يرسل في قومه خاصة وأرسلت للناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، أن النصرانية ليست خاتم الأديان، ولكنها دين منسوخ بالإسلام، دين منسوخ بالإسلام. فحد الردة إنما يكون في الدين الخاتم، فليس هناك أي دين فيه حد الردة، لأن كل دين بينسخه دين تاني، وهكذا. يعني كل شرع ينسخه شرع آخر. فلا يجوز مثلا، فلا يجوز أن يعبد النصارى الله تبارك وتعالى بدين مثلا أو بشرعة هود، لأن لهم شرعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شرعته، وكل شرعة نسخت ما قبلها. فلو كانت هناك أو لو كان هناك حد الردة في كل شرعة ما صح نسخ كل شرعة بالشرعة التي قبلها، فصار حد الردة تشريفا لدين النبي محمد موجود في الشريعة الخاتمة التي نسخت كل ما قبلها، وهي شريعة الإسلام. فليست هناك شرعة على وجه الأرض فيها حد ردة إلا شرعة الإسلام. ليه؟ لأنها الشريعة الخاتمة التامة الكاملة التي نسخت ما قبلها.